متابعي قناة سفيان ستوريز، مرحبا بكم. كنقلب على شي دخله نولي نديرها اللي تكوني معروفين بها. المهم الا كانت عندكم شي اقتراحات اكتبوهم لي في الكومونتير. التحدي اللي عندي انا دابا حاليا هو نوصل ل 5000 ابوني قبل 2021، وانا عارف راسي بكم غادي نوصل ليها في اقرب وقت وربما قبل بزاف كاع. على بركه الله نمشيو ديريكت للقصه والجزء الثامن. ودابا غادي نتحرك نصيب الموتور. المهم ما كلاش العصب بزاف، تحرد وطارت الكاريناج ديالو، ديته لواحد خونا معلم بزاف، خليته ليه وقال لي صافي جيلي من بعد يومين. المهم شديت الطاكسي وقصدت لوطيل. الحمد لله بعدا هاد لوطيل جا فواحد المنطقه ما كيقربوش ليها المافيا اللي مع ياسمين، اما كون في الضاوه ليا خصوصا دابا موعد في يدي. مهم وصلت للوطيل وطلعت تكيت وبقيت كنفكر في الهضره ديال دوك خوتنا اللي تبعوني، وانا بالعاني خديت العنوان باش نعرف اين المنطقه كاين هو. مهم حاجه اخرى بديت كنفكر فيها بزاف هي بلانكا، عمر شي وحده عجبتني كيف ما هي، ولكن خساره مزوجه ودابا اصلا غير نسى هذا الموضوع. مشات ومخديت من عندها التنمرته، وليت كندوي غير مع راسي ناري عندك تكون مطلقه حمار ضيعتي هاد الفرصه. صراحه والله شكيت تكون مطلقه، خصوصا جات غير هي ولدها للسبيطار. المهم وليت كنحس براسي يلاه عندي شي 40% من القوه ديالي، خاصني نتفادى اي قتال واي احتكاك مع شي واحد، حيت الا شتوني غيخليو ضربوي. المهم بعد 3 ايام بقيت غير في لوطيل كنرتاح وخايف نهبط ولا نتلاقى مع خوتنا في الله، واقوى حاجه هي نموت بدون مقاومه ما غاديش تسرط ليا. وهادشي علاش احسن حاجه هي نمشي عند داك رئيس المافيا، حيت بيه غادي نكون محمي اكثر، واخا الا وليت معاهم غادي ندخل في حرب كبيره بزاف وانتم عارفين المافيا الايطاليه. مهم والله ما هكا ولا كازا وقلت ميدا، انا ديما كانت كتموتيفيني واحد الجمله، عيش غني او موت وانت تحاول، بمعنى قصد العوينه تشرب، وخصوصا دابا كيعتبروني بطل ومقول وخاص نستغل هادشي، وهادشي اللي غادي ندير. المهم دابا كنحس مزيان، واخا مازال كنحس بالم ولكن خفيف. لبست الكسوه والكاسك ونزلت قصدت خونا اللي كيصايب الموتور، ولد العبد رجاو بحال ما وقع عليه والو. المهم خديته من عنده ودبرت عليه مزيان وجبت النوت اللي قيد فيها العنوان وقصدت خونا رئيس المافيا. المهم مشيت نيشا للفيلا ديالو، قدامها واقف غير الحديد المقود وحدة الباب واقفين وحدين صحاح، عوقفت حداهم داروا يديهم ورا ظهرهم، خوكم تم قاصدهم لا خوف. قلت لهم الرئيس طلب يشوفني، قالوا لي صبر. دخل واحد فيهم ومن بعد 3 دقائق خرج وقال لي تفضل. دخلت ودافس داروا ثقة في النفس، لقيت شيباني جاي قاصدني اديلو اديلو، قلت مع نفسي اديلو التازي هذا. المهم حتى هي مزيان، قال لي مرحبا ديلو مرحبا مرحبا، وشدني من يدي ورحب بيا بزاف. الفيلا كبيره بزاف بحال شي قصر، بقيت غير كندور في عين وفي نفس الوقت كندير زعما راني مولف على هادشي. لا لا يوريكم انا جاي غام الكاريان. المهم جلسنا بقينا كنتحدثو، البنات دايرين بينا حيوانات الاليفه، عندو الكلاب والمشاش اكثرات، انا كيعجبوني الحيوانات وعندي مش سميتو شميكير البات والسميه بدا كيضحك شويه. غمز البنات انا تنكريت صراحه شويه، ما تمو جاي عندي البنات شي 5، وحده فوق مني وحده تحت مني، وحده كتمشط ليا شعري، وحده كدير ليا الماساج ويقول لي ارتاح اديل ارتاح. قلت انا مرتاح اخويا. كلينا شربنا ودابا بقينا كنتحدثو، قال لي كيفاش تجرأتي تسلخ ولد اكبر تاجر مخدرات في نابولي، واكثر من هادشي ترسو من رجليه. قال لي بلاتي بلاتي مالك بعدا في يديك، طلقت عليك قلت ليه سلقت واحد ربع البارح بغاو يسرقوني، واحد فيهم راه خمس لي وجه بالكروشيات. قال لي برافو برافو قلب الاسد. قلت ليه وبالنسبه لولد توماس غير لعبت معاه، وبدا كيضحك
المهم قصينا وتيتي زاير بينا وخوكم طالق عليا من الخز ديالي. قال لي انا بابلو. قلت لي اسكوبار. هو بدات كيضحك. قال لي عجبتيني دمك بارد كتفكرني ملي كنت قدك. قلت لي في خاطري ما عرف شنو وقع ليا وشنو اللي خلاني هكا. قال لي مرحبا بك في فيلا بابلو وفي العائله، وانا محتاج لواحد بحالك يكون اليد ديالي اليمنى واللي نعول عليه. قلت لي اوكي خلي لي فرصه نفكر. هادشي في اطار دفاع كبير باش تبان كبير. كلينا شربنا، حسيت براسي قربت نجيب الكاو. وحنا المغاربه الشراب ديالنا خايب، غادي نولي سكران، غادي نوض، غادي ندرب رب ونخسر الهضره ونولي قاتل ولا ومن الاحسن نحبس الشراب. نغمش بعدا ونقول لي بابلو انا غادي نتحرك وغدا غادي نجاوبك وراني ارتاحيت ليك. قال لي اوكي ارتاح ونشوفو غدا. تميت خارج هو يقول لي اديلو. قال لي ميمكنش تمشي بالموتور وانت سكران، خلي الموتور والشيفور غادي يوصلك. شفت فيه وقلت ليه وي بصح. وقال لي اجي عزل شي بنات ديهم معاك. حذاري انه فخ. قلت ليه الجنس بزاف كيخليك ما تبقاش مركز، داكشي علاش بلاش. حسيت بيه تصدم وعجبته. انا بغيت نبان عميق وعارف راسي جبتها في راسي حيت الدريات قنبولات. المهم وصلني الشيفور لوطيل وطلعت وتكيت بلاصي. واحد اللحظة تنادم معايا الحال على البنات اللي رفضت. المهم الناس طاحت الدودة باش ما نتعصبش. فقت في الصباح غير بالزز لقيت ورقة ديال الفاتورة ديال لوطيل. او مصاريف كترات والفلوس بدات كتقاضى، خاص ضروري نوافق على الطلب ديال بابلو. المهم نزلت كنتمشى شويه ومشيت للسوبر مارشي ناخذ شي حاجه نقصيها. وانا كندور فيه غادي نشوف بلانكا. واو ناري قلبي تهز وبدا كيضرب بالجهد. كنت عجبني خطنا هذه بزاف، بقيت حالف امي فيها شويه. بديت كندوي مع راسي قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السيده راه مزوجه. وراس اخر كيقول لي تقدر تكون مطلقه، سير قصدها سير. يلا زعمت نقصدها وهي تهضر. اوه فين مشات؟ خرجت كنجري نتبعها لقيتها ركبات في الطوموبيل ومشات. تعصبت وانا نقول تفوق على زهر ما يمكنش. الحاجه اللي ريحتني هي انها غادي تكون ساكنه قريب من هنا مادام جات تقدات من السوبر مارشي. دابا خاصني مره نسمر عليها. تردد بزاف كيعلم الفشل والله. المهم طلعت قصيت ولبست وهبطت نمشي عند بابلو. وصلت دخلت ما لقيتوش ولكن باينه وصاهم عليا. جلست في الفوتوي وجاو داروا بيا البنات وليت كنبان بحال حريم السلطان. خوكم كيشيخ ودافع كبير واخا انا لداخل ما كرهتش نوض ونوض لهم العجاج هنايا. المهم شويه تم جاي بابلو ورحب بيا وقال لي مرحبا بك بالعائله، مرحبا بك معنا. الله يبارك فيك. المهم جلسنا بقينا كنتحدثوا على المافيا الايطاليه وعلى علاقته الزوينه اللي كانت مع توماس وكيفاش تفارقوا مني كبروا. المهم خديت فكره على كيفاش كيخدموا. دارت بيا الدنيا وليت باغي غير نسلت في حالي. شي خطير بزاف. قال لي عندك سلاح؟ جبت اللي عطاني جيريمي وبداو كيضحكوا بالجد. عرفت راسي في موقف محرج دونك خاصني نعتق الموقف. قلت لي السلاح ما يمكنش نهزو وانا جاي عند بابلو. ايوا هاد السلاح هدا راه لقيتوه هزيتو هدرا ما تقتل بيه تا نملة. قال لي او اديلو وراك ولدي نيت ومرحبا بيك. قال لي هاد السلاح ما تقدر تقتل بيه تا دبانة اصلا ماشي نملة. قال لي غادي نعطيك سلاح كادو من عندي. وجاب لي واحد غير هزيتو بيدي وتقيل بزاف باينة شي حاجة مقودة. المهم وليت عايش مع بابلو، دوزت معاه تقريبا شي شهر تقريبا. ولينا كنضربوا ضربات صغار. واحد اللحظه وليت بحال كنت قديم في هذه الحرفه. كنوصلوا السلعه كنديروا عمليات سطو وبزاف ديال الحوايج وكندخلوا على لي بواط دنوي وكنغريسيهم كاملين. وليت معروف انا ما كاين غير اديلو اديلو. المهم هذا الويكاند غادي نمشي نديفو شويه في روما انا والعشران. لبسنا تفركسنا شدينا الطريق ما كاين غير شباد الكابل. مشينا ثلاثة مرسيدس اي ام جي كلاس جي تشوفهم بالرب حتى يسكتك القلب بالخلع. عاد تشوفهم ما تعرفهم ديال المافيا. مهم وصلنا ومشينا نقصيو
وشدينا الطريق لواحد البواط معروف تما كيجلسوا فيه غير الناس اللي لاباس عليهم. دخلنا بقينا زاهين ديال بصح. انا بديت كنسكر، شفت واحد ختنا كتشطح كتشبه بزاف البلانكا، تزعزعت ونطت عندها، شديتها وانا نقول لها بلانكا. ملي دارت لقيتها ماشي هي. صافي هنا عرفت راسي جبت الكاو، ولكن راه بلانكا مبغاش حيدلي من بعيد. خاصني ضروري نتلاقى بها، خاصني ضروري نعرف واش مزوجة ولا لا، حيت فعلا الا ما كانتش مزوجة بالرب لا تفكيت معاها. خوت راه ما عمرني حسيت بداك الشيء اللي حسيته معاها هي صراحة. كنحس براسي يعني الا مشيت خرجت معاها الخرجة الاولى غادي نولي كنموت عليها. ترى بزاف هادشي. المهم شافوني العشرة جبت الكاو وبقيت كندور في داك البواب. جاو جلسوني وقالوا لي اديلو اديلو اسمع، قالوا لي ولد توماس راه جالس في ديك الطابلة اللي لهيه، راه من قبيله هو كيشوف فيك، رد البال وسمع. ما بغيناش نجبدو الصداع، بابلو ما غاديش يعجبو الحال. انا غسمع سميتو ومع الشراب وانتوما عارفين الشراب ديالنا هنا. جبدت الفردي وتميت قاصدو وانا نوقف عليه وما يضرو بيا شي عشرة. قلت لي سيمون، هو حاضر راسو فوق الطابلة معاز راسو فيا خونا الكاو ويقول لي يا حشارة، ضربتو بالقنط ديال الفردي وحطيتو فوق راسو. قلت ليهم يقرب شي واحد بالرب تشوف المخ هنا فوق الطابلة، وهو مقصح كيبكي. قربت حدا ودني وانا نقول ليه مالك كتبكي بحال البنية وتا الصغيرة، فيما نشد دير امك نسلخك كتجي تبكي. قال لي واش ما حملتينيش حيت مراتك فضلاتني عليك؟ عادي يا صاحبي انت ما قنعتيهاش، وزيدون هي اللي بغاتني. صراحة الهضرة ديالو جرحاتني وفيقاتني، وقلت مع راسي راه بصح نيت كلشي من ديك الكلبة هي اللي خلات هاد الميكروب يقول لي حشارة. حيت الفردي وتميت راجع وهو ينوض ضربني بقرع على راسي، وليت كنشوف غد بابا.